منسكس. انا عارف دي منسكال ميديال منسكس ولاترال منسكس. موست كومن ايجنت اس ميديال منسكس. ليه؟ لان شايل 60% من الويت. النقطه الثانيه ادهن لازم في الميديال كولاترال ليجمنت ستيبل ليس موبايل، فعشان كده افضل مين؟ الاصابه. الموست كومن تو بي ايجنت اسوشيتد with ACL is lateral menisco. ولما يكون عندك complete tear ACL لما تبص على ايه مع ار على tear في المنسكة هتبص على lateral ولا medial؟ lateral. لما تكون بتبص على ايه مع ار على generated menisco، يعني واحد عادي طبيعي عم بتكون 40 سنة ومتعلق بتبني تبرمج كل شوية، هتبص على medial ولا lateral؟ medial. يبقى most common to be degenerated is medial. most common to be tear دول اسوشيتد ويز اي سي ال 65% من عين الاي سي ال ده المنسكس. تير حاجه من تاني، يا اما باكت هاند تير شرحناها المره اللي فاتت. الايه بالميديا المنسكس بتضامن بي سي ال لما تبص ميديا في الام ار اي ميديا. قلنا الباكت هاند كتير في حاله لاترال الميديال منسكس بمضار الدي سي ال، لما تبص ميديال هتلاقي مفيش اثر اساسا. تعالى والله هتلاقي اوسيل هول، لما تبص ورا الدي سي ال هتلاقي دبل دي سي ال دبل بس تعمل تحول شيء وانا مش اولاد عروق بتاع الوسيل هون وذا ميديال مانسكس مش هتلاقيه اصلا. ده بالنسبه للميديال مانسكس كباكت هاندل. بالنسبه للاترال مانسكس هتلاقي دبل دلتا سايد ومفيش بوستيريو روت مفيش بوستيريو هون اوف ذا لاترال مانسكس. قلنا بنعرف اصحى يا احمد الميديال مانسكس ان البوستيريو هون اكبر من الانتيجو. تيجي ده دول اللاترال انا اشوف الشفه بتاعت الايه؟ الاكتيفيشن بتاع السلوكي الهيدرو جوينت. اشوف مين؟ الهيدرو كيمنال. اشوف مين؟ اثنين هول قد بعض. يبقى انا كده لاتش. خلاص اتفقنا؟ انواع كتير يا فيرتي يا ديجنريتي. الديجنريتي لو هو طبيعي ده جوه المانسكس يبقى ده بوستيريو هول ديجنريشن او بوستيريو هول ديجنريشن المانسكس او البادي. لو هي قطعه برضه وول من الوولز بتاعت المانسكس يبقى ده جريد 1. لو قطعه اثنين كمان جبتو. لو قطع بقى الاثنين بوردر لا يبقى ده تير فيرتيكال اور هوريزونتال اور روتير حسب مكان التير بقى بنحدد. النقطة في ان الريبير بتاع المانسكس ده شكل المانسكس ده اللاترال مانسكس. الاثنين هورد اهو انتيجو سيرو هورد وانتيجو هورد. طب انا عرفت ده بوستيريو ازاي؟ عشان الباب ده الباب ده ورا مين؟ ورا الباتيلا تحت الباتيلا بتعمل مش كده؟ انا عارف ان ده كده كده مين ده كده مين ده بوستيريو وده ادم ده ادم كروشيت ده بوستيريو كروشيت ده منسكو جوكر ليجامنت ده بوستيريو كروشيت ده بوستيريو هول ده ميديال ده ادم هول ده ميديال منسكس ده الترانسفير منسكيري يعني الناس بتدي هول بتوع منسكيري. اتفقنا؟ بوستيريو كروشيت ليجامنت ادم كروشيت ليجامنت ده الفتاة الترجمه بتاعت الصوره مين؟ اللي فاتت كرسم نيجو انستراكشن. انا عندي بيرسا سوبر باتيلا ريترو باتيلا انفرا باتيلا. شايفين دي؟ سوبر باتيلا اللي بنبص تلاقي العيان عنده سوبر باتيلا ديفيوجن اللي هو الفيني مايل ديفيوجن. قلنا الكبسول بتاعي ايه؟ نهايته فين؟ هنا وهنا. فالديفيوجن لما يكون القلم فوق الروب تحت الصابونه وفوق المكان ده كله يبقى ده ايه ديفيوجن. ما بتلاقيش اثر لمين؟ للنقطتين اللي هما هنا. وده ميه ميديا مدري بقى ورا انواع كتير في الناس. واحد فيرتيكال تير اوبليك هوريزونتال سوري ريديا ديجنريتيف حاجه ملهاش معالم ده ديجنريتيف.
خرف واخرف لركبتين. الدين كتير ملوش معاني، مش عارف ان انت تجيب اوله من اخره، ملوش اول من اخر. لكن الهوريزونتال كيبل والاوبليك كيب والبنت كتير ده بيرتب الميتيريال وده الاوبليك وده الهوريزونتال. تمام؟ ما بتشوفهمش بالام ار اي بالشكل ده. ما بتشوفهمش بالشكل ده، ولا هتشوفه بس مش بوضوح ده. مش بالمنظر اللي انت شايفه ده. شنو ده ايه؟ لما يكون بقى يعني انت مثلا جوه دي مثلا شفتك 20-30 عيال. شوف ده بقى. مش كتير يا جماعة، 6-3 عيان لو تشوفك 10 عيانين في اليوم، 5 ايام شغل، 50 في الأسبوع، 50 في 4 في 200 في الشهر، في 12 شهر في 1200، يعني 10 سنين تشوف 12000، أو 12000 ده مش كتير، من 10 سنين تشوف هتشوف الكلام ده، وده بيحصل يا جماعة، ده بيحصل، ده بيحصل، طبيعي يعني الأرقام دي طبيعية. يعني طبيعي ان انت بعد شويه بعد 5 سنين من التخرج وانت تشوف من 20-25 عيان في اليوم في البيت. 20-25 عيان في اليوم وبقى نوعات بقى اشكال مختلفه. هنتكلم في 20 في 5 في 100 في الاسبوع في 4 100 في الاسبوع. اضرب بقى يبقى 100 في الشهر 12 4000 5000 عيان في السنه. يعني 5 سنين بتتكلم في كام 25000 عيان. فالطبيعي لو بني ادم حق بني ادم يعني انت بتتكلم في الساعه المفروض تشوفها 4-5 عيانين. لو انت راجل لو انت راجل كونسلتنت من 4-5 عيانين وبتشتغل 8 ساعات انت بتتكلم 25 ساعه يعني ده اللي طبيعي. انت بتشوف وتحط بلان وتشتغل معاه الحته بتاعتك في الكونسلتنت تبقى بالصايب تشتغل معاه بالصايب في ممارس بتشتغل معاهم الصناعه كامل. واحد زي حالك يقعد يتفرج عليك. سنة. بعد ست شهور بعد الامتياز. أو 2000 أو بعد في ناس بتبقى بايونير من آخر ست شهور بتبقى بتشتغل. يعني بركب كهرباء، يعمل سلك إنجليزي، يشوف يقعد مع هادي وهو بيعمل الكود. ده حقيقي يا جماعه ده ستاندرد عندنا. منسكس ار كاشو ان ذا نيد جوين ذا تيم بيجن مور ستيل. نقطه ثانيه يا اولاد، المنسكس مش جاست ان هي بتشوف ابزورب وتدرجيت الكلام من ده. المنسكس هاز ا جريت رول اون هيستامين. واحد يعني كون كافي بتعمل زبل. النقطه الثانيه بتصير هور من تصير هور. وانت لما تكون عربيه ملهاش فرامل مش بتجيب طوبه وتحطها على العجله، مش الكون كافي الكونتكست بتاع الفيمورال الكونتكست اوف ذا فيمورال ده عامل ساعات العربيه تلف بترول. لو هي بترول اتفضل يا خالد ماشي كاشا من زمان. بس الاسبوع الجاي احنا بنتحرك فعلا معايا. ايه يا دكتور؟ النقطة الثانية العقل لا غلط بص ولا تشوف. العقل غير الفل مفيش فرامل، تحط طوبة تحت منها البسيل هو لو شفت شكل مثلث كده لو دي بترول كده ده مثلث هنا ودي جاية ترول ده يوقفها يبقى البوستير هور. نعم؟ حاضر. المهم الفانكشن بتاع المنسكس عباره عن ايه؟ ستريت. شوف ابزورب في الامريكان اند ستريت. عشان كده قلنا ايه؟ العيان اللي يجي له ايزوليتد اي سي ام انجري غير منسكس يعمل عمليه. طالما حصل بادجينج ويف عشان ما يعملش ايه؟ كتير في المنسكس. والجيفنج واي اللي كانت جيفنج واي هيعمل له ايه؟ اوستيو كوندرال انجري يعمل له كره يبقى تطلع له الغضروف وتجيب له كره عشان كده يعمل عمليه طالما يزيد. كوز اوف انجري بس الكوزانين وين المنسكس جن تراب. المنسكس الاثنين بيتحركوا مع الاكستنشن بروحه فين؟ مع الاكستنشن بروحه فين؟ بوستيو. اللاترال منسكس
كومن ميكانيزم اوف انكري انفليكشن. الميديال مانيسكس سيمي انفليكشن او اكستنشن. تاني اللاترال مانيسكس الميكانيزم اوف انكري بتاعه دايما ورجع انفليكشن. الميديال مانيسكس الكومن ميكانيزم اوف انكري دايما هتيجي هو فين؟ اكستنشن او سيمي فليكشن. لكن كومبليت فليكشن لو حصل ركبه اتقلبت ورم وفليكشن متوقع هتلاقي مين؟ واحنا في هذا الاسسمنت بتاع لازم نعمل ايه؟ فليكشن ادكشن انترنال روتيشن. الفليكشن بيحصل معايا انترنال روتيشن. انترنال ستريس على مين؟ على اللاتر. والاكستنشن ستريس على مين؟ الباك ميموري. لما اروح اكستنشن سكرو ميكانيزم اولاد ما فيش حاجه هتظهر ومش حاجه ما اتقالتش بس ازاي تركبها وانا بعمل فليكشن مش عملت فليكشن ادكشن انترنال روتيشن صح لا بعمل ماك ميموري تيست واخد فليكشن ادكشن انترنال بس ريس على مين اروح اكستنشن بس ريس على مين على اللاتر لما اروح اكسترنال روتيشن بس ريس على اللاتر ميديا روتيشن ريس على اللاتر ميديا روتيشن لاتر اكسترنال روتيشن لا ميديا روتيشن لاتر اكسترنال روتيشن ميديا لما انا باخد ركبه اكستنشن انا ركبه راحت فين؟ اكسترنال يبقى بتعمل ستريس على مين؟ على الميديا يبقى الكومن ميكانيزم اوف ميديا بتاع الميديا فين؟ وعشان كده السبيشال تيست بتاع الماجنم تيست بنعمل ايه؟ اكستنشن وبدل اكستنشن مع مين؟ والثانيه الصاين بتاعت المانيسكا دي بوبي لان ممكن صاحب الجامنتس انجن او لوكينج جيفينج واي تتعلق ركبه وتنهش وبيحصل كليتنج الاصل كليتنج البوبي لو هو مصاحب لمين؟ للجامنتس انجن وده بوست كوبر وساعتها هيبقى مين؟ اللاترال ولا ميديال؟ اللاترال الا اذا كانت انتروميديال انستابيليتي يعني جارف راح بارد ستريس اجانب ان هابت ايه؟ يعني ميديال مانيسكس ميديال كروشيت ليجن ميديال ميديال لاترال ليجن مانيسكس اس اي وده اسمه ان هابت ايه؟ للميديال ديف دبل الميديال ده كلاب ده الريديال ديف ده اغلس انواع الريديال المانيسكس الريديال انت قاطع فين؟ هتيجي تشيله قدام تفرد هو المانيسكس بيتحرك انتيري تبني بيتحرك بالشيل شيل الخطا من الناحيتين يبقى تبني بتبوظ بتفرد بتبوظ تاني المانيسكس بيتحرك انتيري مع اكستنشن والشيل مع مين؟ مع الفيش دي الكلمات بتاعته انت بتبني بتشيل الخياط الخطر العرض يعني انت عندك دي مقطوعه من النص بتروح على اكستنشن بتشد تروح فليكشن بتشد يبقى الريديال تيب اصلا انواع الديس كومبلكس ريديال تيب روت ريديال تيب كومبلكس روت تيب ريديال تيب كومبلكس ده اصعب لسه معانا شورت ويتش اصبر ده الريديال كده شيت ده روت روت يعني نهايه الجيم وده بيهيجر لانه قريب الكسول بلس اللايف ده هي الاصل دبل الروتين كتير هو قطع في الهورد هنا في الحته دي
هنقف هنا.